كذلك أعلنت وزارة الآثار عن حصيلة اكتشافاتها الأثرية لعام 2017، ومن أبرزها اكتشاف الجزء العلوي لتمثال ضخم في مارس للملك بسماتيك الأول، ومقبرتان أثريتان في الأقصر بمنطقة ذراع أبو نجا التي تميزت بالعديد من القطع الأثرية والجدران ذات النقوش الواضحة. كان العام 2017 عاماً من الاكتشافات التي أضافت للتراث العالمي والحضارة الإنسانية المزيد من الكنوز الأثرية. ففي بداية العام، في 31 من يناير، كشفت بعثة جامعة لوند السويدية عن 12 مقبرة جديدة بمنطقة جبل السلسلة بمحافظة أسوان يرجع تاريخهم للأسرة 18. وفي 6 من مارس اكتشفت البعثة المصرية الألمانية بمنطقة سوق الخميس بالمطرية الرأس والجزء العلوي لتمثال ضخم للملك بسمتيك الأول من الأسرة 26 والجزء العلوي من تمثال للملك سيتي الثاني. بينما شهد 28 من الشهر نفسه كشف بعثة جامعة خيان الأسبانية عن غرفة دفن كاملة من عصر الأسرة 12. وشهد 18 من أبريل نجاح البعثة المصرية بالبر الغربي بالأقصر في الكشف عن محتويات مقبرة أوسرحات بمنطقة ذراع أبو النجا والتي تعود للأسرة 18 وتضم مجموعة من المومياوات وتماثيل الأوشابتي والبقايا الأثرية. كما كشفت بعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة في 13 من مايو عن أول جبانة آدمية في مصر الوسطى تضم 17 مومياء بمنطقة تون الجبل بالمنيا. في 9 من سبتمبر تم الإعلان عن اكتشاف مقبرة أمن محات صانع الذهب بواسطة البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر. بينما شهد 2 من نوفمبر نشر مقال علمي يعلن فيه فريق البحث الدولي الذي يقوم بمسح الهرم الأكبر مشروع سكان بيراميدز عن رصد تجويف ضخم داخل الهرم، وأبى العام أن يمضي دون أن يشهد شهره الأخير نجاحات أخرى. ففي 9 من ديسمبر تم الكشف عن مقبرة جديدة بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر، وأعيد الكشف عن مقبرة أخرى تعود للفترة ما بين عصر الملك أمنحتب الثاني وتحتمس الرابع.